إمتى تكون العمرة؟ هل لها وقت دائما حد أشهر معلومات العمرة كذلك؟ العمرة وقتها جميع السنة، السنة كلها وقت للعمرة، فيجوز الإحرام بها في كل وقت من السنة، ولا يكره في وقت من الأوقات سواء أشهر في الحج وغيرها، وهذا من غير كراهة، إلا إذا كان الإنسان تلبس بمناسك الحج، تلبس منها لا ينبغي له أن يأتي بعمرة بعد ذلك طالما أنه دخل في مناسك الحج، وخاصة إذا كان قرب هذا الإنسان أنه يفك الإحرام أو بدأ في التحلل، إذا أنه بيتحلل من حج مش هيدخل في إحرام ثاني بعمرة، لا يكمل التحلل بتاعه بعد ما ينتهي الحج، هذا أمر آخر. لهذا قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في سنة واحدة، بل يستحب الأكثر منها. إنسان يعمل عمرة في رمضان وبعد يرجع يحج في موسم الحج ويعمل عمرة مع حج متمتعا مثلا، راجع عمل عمرة في جمادى عمل عمرة في ربيع في أثناء السنة بحج هو يعتمد، هذا خير عظيم، والله عز وجل ينقي الإنسان من ذنوبه بإكثاره من الحج ومن العمرة. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت المواقف، فلما طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرك. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن لها فاعتمرت من التنين عمرة أخرى. هذا مختصر مختصر للحديث الطويل اللي جاء في ذلك. فإذا عائشة رضي الله عنها حجت، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية العمرة، فكانت تنوي أن تأتي بعمرة بعد ذلك تفعل الحج، فحاضت، لما حاضت وهي محرمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. إذا أنت كنت داخلة بعمرة، طب الآن افعلي أدخلي الحج، يبقى هتبقى قارنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الناس أحلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا متمتعين، هي كان نفسها تعمل عمرة وبعدين تحل زي ما الناس أحلوا ثم تأتي مناسك الحج، لم يتهيأ لها ذلك ولكن صارت قارنة. فلما انتهت من أعمال حجها جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها، يرزقك يعني العمرة مع الحج، وفعلا كانت قارنة فأتت بالحج والعمرة معا. لما فرغت رضي الله تبارك وتعالى عنها في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. خلصت مناسك الحج، خلاص انت كده عملت حج وعمرة، راسم الاثنين جميعا. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اني اجد في نفسي اني لم اطب بالبيت حتى حلت، نفسي ان انا اعمل عمرة لوحدها ما هيش داخلها في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أنه يذهب بها إلى التنعيم. رواية قال: فخرجنا حتى إذا فرغ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغا ثم أتيا هاهنا فإني أنظركما حتى تأتياني. فخرجنا حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر، فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة. ففيه بيان أنها كان لها عمرتان، عمرة مع حجها هي قارمة، وعمرة أخرى مباشرة بعدها، ما كانش في وقت كبير بين هذه وهذه، فدل على جواز أنه يجوز أن يكون أكثر من عمرة في السنة الواحدة أو أنه في الرحلة الواحدة. قال الشافعي رحمه الله: وكانت عمرتها في ذي الحجة ثم أعمرها العمرة الأخرى في ذي الحجة. عايز أقول إمام الشافعي رحمه الله إن كان لها عمرتان في الشهر الواحد فيجوز ذلك أن يعتمر الإنسان في الشهر الواحد أكثر من عمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت في سنة مرتين، اعتمرت في سنة، وفي رواية ثلاث عمر، ثلاث عمر. وجاء في حديث رواه الشافعي في الإسناد الصحيح عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين، مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام، مرة اعتمرت من هنا ومرة اعتمرت من هنا في سنة واحدة. الحديث يروي صدق بن يسار عن القاسم بن محمد، القاسم ابن محمد يروي هذا الحديث
فصدق تلميذ ويقول: فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟ حد عاب عليها معنية عمرتين في سنة واحدة؟ فقال: سبحان الله، أم المؤمنين، حد حيب على أم المؤمنين فعل هذا الشيء؟ والمعنى أن تأدب، تأدب تقول إيه؟ المؤمنين تكلم عن أم المؤمنين سيدة عائشة، مين يعاب عليها وهي من الفقيهات رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ قال: فاستحييت. يعني السؤال ما كانش ينبغي أن يقول هذا الشيء، أنه حيعدل على السيدة عائشة في شيء فعلته وقد فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أيضا ابن عمر اعتمر عواما في عهد ابن زبير مرتين في كل عام. يستحب الاعتمار في رمضان، ويستحب الاعتمار أيضا في أشهر الحج، طالما أنه يعمل عمر في أشهر الحج وانتظر الحج يصير متمتعا، والعمر في رمضان أفضل منها في باقي السنة. إذا اعتمرت في رمضان فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر في رمضان تقضي حدة أو حدة معي أو حدة معي. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، ويذكر الراوي أنها كلهن في شهر ذي القعدة إلا التي كان مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يمتنع الإحرام بالعمرة هنا، يعني ذكرنا في الأول أن كل سنة يجوز أن تعتمر فيها سواء في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج، ولكن قد يمتنع الإحرام بالعمرة بسبب معين، بسبب ليس لأنه هذا الشهر من أشهر الحج أو غير أشهر الحج، لا، السبب العارض أن يكون الإنسان محرما بالحج، أحرمت بالحج فأصبح مش معنى تعمل عمرة وأنت الآن محرم بالحج، فلا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلل من الحج إلا إذا فسخ الحج وصار محرم قبل ما يفوق البيت ونوى الحج وأحرم به، ثم بدأ له أنه عاد يتمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ففسق الحج عمل عمرة ثم بعد ذلك صار متمتعا ثم أتى بمناسك الحج في وقتها، فالراجح أن مثل هذا جائز. لكن إرسال عمرة على الحج عند قصد عملت حج خليك في هذا، فجمهور الفقهاء على المنع من ذلك. كذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل، أن يحرم قبل الشروع في التحلل، المعنى إن إنسان حج ودع عليه يوم التروية وذهب إلى منى، دع عليه عرفة ذهب إلى عرفة، بعد ذلك ذهب إلى المزدلفة، رجع إلى منى، وهو هناك حيبدأ يتحلل من الحج، يوم يبدو لها تروح أعمل عمرة وارجع الآن وأكمل هذه المناسك إزاي؟ أنت الآن المشروع لك أن تتحلل، كيف تذهب وتحرم في الوقت الذي عليك أن تتحلل فيه؟ فعلى ذلك هذا ممنوع. لذلك من فعل هذا ان انسان عامل مناسك الحج وحيبتدي انه يتحلل، خطر على باله طب اروح البيت اتي بعمره وارجع واتحلل من الاثنين مع بعض، فهنا يقول لنا العلماء انه ليس له ان يفعل ذلك. يقول الشافعي رحمه الله: ولا وجه لان ينهى احد عن ان يعتمر يوم عرفه ولا ليالي منى الا ان يكون حاجا، الا ان يكون حاجا. ممكن في هذه الأيام أنت مش حاج، كان من أهل المولود في مكة ومش حاجة هذا العام حج قبل ذلك، فيريد أنه يعمل عمرة، هنا لا شيء يعتمر لا شيء عليه. لكن إنه هو حاج محرم بالحج الآن وجاء في ليالي منى وقبل ما يتحلل بالحج أراد أنه يعمل العمرة، يقول لنا الشافعي رحمه الله: هو معكوف بمنى على عمل من عمل الحج والرمي والإقامة بمنى، طاف للزيارة أو لم يطف، فإن اعتمر وهو في بقية إحرام حجه أو خال من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له، فلا عمرة له. وهنا الآن هو منشغل بأعمال الحج، منشغل بالمبيت في منى، منشغل بالرمي، يجوز له يذهب للبيت ويطوف إن شاء الله كل ليلة من ليالي منى يفعل هذا الشيء، لكن يعمل عمرة لا، أنت الآن مشغول في باقي أعمال الحج، لما تخلص أعمال الحج يبقى اعمل عمرة إذا شئت بعد ذلك. هذا كلام الشافعي. يقول الأحناف: العمرة تكره تحريما يوم عرفة وأربعة أيام بعده، فيوجبون الدم على من فعل ذلك. هنا الأحناف يمنعون الشافعي منع، الأحناف كذلك. المالكية قالوا: إن أحرم العمرة قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم ينعقد إحرام،
إذا كان هو في أيام منا وأحرم بالعمرة في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم من أيام النحر، لا ليس له ذلك. رابع يوم قبل الزواج يقولون لن ينعقد الإحرام، ما هو هذا الذي فعله؟ لا شيء، لن ينعقد إحرام. يقول مرداوي الحنبلي: لو أحرم الحج ثم أدخل عليه العمرة لن يصح إحرامه بها. وهنا حتى العلم الأربعة وكلام الفقهاء المذاهب الأربعة أنه لا ينبغي أو لا يجوز له أن يحرم بالعمرة وهو متلبس في منازل الحج، خاصة إذا بدأ في التحلل من أعمال الحج. أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء الحج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة. لو أن إنسانا اعتمر في شهر شوال ورجع بلده ثاني مش حق أنه اعتمر في شهر، نقول له لا خليك قاعد لغاية عليك الحج، ولكن يجب أن يرجع إلى بلده ويرجع بعد ذلك حاجا أو أنه لا يرجع في هذا العام. روى البخاري عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. أن عمر يحتج للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم عليه. وإذا كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في القاعدة ومع ذلك هذه العمرات يعتمر في القاعدة ويرجع للمدينة، قال شيء خلاص فضل شهر على الحج خليني قاعد أكمل باقي، ولكن رجع ليبين أنه يجوز مثل ذلك. إذا اعتمر في القاعدة ورجع إلى بلده ليس عليه أن يمكث حتى يأتي وقت الحج. في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر قبل حجته عليه الصلاة والسلام. المواقيت: الإنسان الذي يريد العمرة أو يريد الحج لابد أن يحرم. هيحرم منين؟ الإحرام من الميقات. الميقات معناه كأنه الموضع وكأنه الوقت. إذا الميقات إما أن يكون ميقاتا زمنيا، إذا التوقيت الوقت الزمن إمتى يحرم هذا، أو أن يكون الميقات ميقاتا مكانيا. الميقات الزماني في العمرة قدمنا الكلام عليه أنه أي وقت من السنة يجوز لك أن تحرم العمرة إلا أن يمنع مانع سبب من الأسباب، تكون متلبسا بمناسك الحج هتبدأ تتحلل من مناسك الحج ليس لك أن تأتي بعمرة الآن. لكن إنسان آخر في هذه الأيام ما هوش حج ولا غيره يجوز له أن يعمل العمرة. الميقات الثاني هو الميقات المكاني، وده اللي نقصده هنا. لابد للإنسان الذي يحج أو يعتمر أنه حيمر على الميقات يبقى عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، إلا إذا كان من أهل مكة فهذا الإنسان إذا أحرم الحج خرج من مكة سواء هو من أهلها أو من المقيمين في هذا المكان في هذه الأيام يخرج حاجا من مكة. لكن إذا كان معتمرا وهو بمكة فليخرج إلى الحل ويرجع إلى مكة لأعمال العمر. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من الحليفة. يهل أي إهلال بمعنى رفع الصوت، والمقصد هنا الإحرام، لأنه إذا أحرم قال لبيك عمر لبيك حجة، فيرفع صوته، هذا معنى الإهلال. وكأنه مأخوذ منها الهلال، الهلال كأنه لأن الناس كانوا إذا رأوا رفع أصواتهم رأيناه فسمي ذلك لإهلال الناس رفع أصواتهم بذلك. هنا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إذا هنا مكان الذي يحرم منه أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، أهل نجد من قرن مكان اسمه قرن المنازل. كذلك في حديث آخر ابن عمر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة. إذا هنا ميقات أهل اليمن من مكان اسمه يلملم، أهل الشام من مكان اسمه الجحفة. وفي حديث عن ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، وقت أي حدد لهم ميقات، حدد لهم المكان اللي يحرمون منه، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهم ولمن أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذا أهل مكة إحرامهم من مكة، اللي بين الميقات وبين مكة المكان اللي هو فيه، اللي عند الميقات أو وراء الميقات يبقى من الميقات، لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه. أيضا في حديث رواه مسلم عن جابر وسئل عن المهل فقال: سمعته أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مهل أهل العراق من ذات عرق. إذا هنا ذكر لنا في الأحاديث خمس مواقف، خمس أماكن. الميقات الأول ذكر ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي هي سنة ديار علي، مكان قريب من المدينة، ده الوحيد اللي بعيد جدا عن مكة، الميقات الوحيد، وكأن مكة والمدينة البعد منهم يسير. فعلى ذلك الخالد من المدينة يحرم من هذا الميقات اللي هو قريب من المدينة وبعيد عن مكة، لكن يشق على غير أهل المدينة أن يحرموا من ميقات جنبهم مثلا إذا كان أهل مصر، وطلب منهم أن يحرموا من هنا من مكان بعيد عن مصر بثلاث أميال أو بستة أميال، زي ميقات ذي الحليفة بعيد عن المدينة بحوالي ستة أميال أو دونها. هنا يشق على الناس، صعب على الناس، خاصة إذا كان المسافر راكب البر مثلا، أو إنه في الماضي يركب على جمل بعيد ونحو ذلك، يبقى المسافة طويلة جدا، هيفضل كل المسافة دي هو محرم، يطول شعره، تطول أصفاره، لو نظرنا زمان اللي يحج من مصر، تاخد شهر على ما يصل إلى هنالك، يحج من المغرب ياخد كذا شهر على ما يصل إلى هنالك، على ما يحج هذا الإنسان ونقول له تحرم من بلدك، يفضل محرم، توفح لبقى قد إيه، لو شعره قد إيه، وتفس في حجه، هذا صعب عليه. لذلك الشريعة الكريمة جعل هذا الإنسان خليك دايما انت حلال من بلدك لغايه الميقات اللي قريب من مكه، ما هوش بعيد عن مكه، ادي الاحرام من هناك، تيسيرا على الانسان ورفعا للحرج عن هذا الانسان. فميقات اهل المدينه هو ابعد المواقيت عن مكه، بينه وبين مكه حوالي 450 كيلو متر تقريبا، يعني يقولوا لنا 10 مراحل المرحله مجموعه تقريبا 45 كيلو، المرحله حوالي 45 كيلو تقريبا. فبين ذي الحليفة وبين مكة هذا أطول ما يكون له 10 مراحل حوالي 450 كيلو متر تقريبا، فهو أقرب المواقيت إلى المدينة وأبعد المواقيت عن مكة. الجحفة اللي هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر لتحرم من الجحفة، تسمى قرية، يعني اسمها مهيعة، مهيعة، وتسمى برابط، وكان مش هي هي الجحفة، مش هي رابط، رابط قبلها، رابط قبلها، بين الجحفة وبين مكة حوالي 187 كيلو تقريبا، حوالي 187 كيلو، وما بين ثلاث مراحل وأربع مراحل دي اللي هي الجحفة. رابط يعني الجحفة أجحف بها السيف، صارت خرابة مكان خريب، فكانوا يحرمون قبلها من مكان عامر وهو رابط، وهو رابط. بين رابط وبين مكة حوالي 220 كيلو، 220 كيلو. بين الجحفة وبين مكة حوالي 187 كيلو، إذا هنا كان الإحرام بعد ذلك من رابط، فيجوز من رابط، يجوز من الجحفة بحسب ما يتيسر للمتوجه من المدينة. قرن المنازل اللي هو ميقات أهل نجد، ميقات اللي مر عليه من أهل اليمن على هذا المكان أو من أهل نجد ذاهبين لهنالك، فهذا المكان بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو، 90 كيلو تقريبا، وهو من ناحية عرفة، من ناحية عرفة. يلملم ميقات أهل اليمن، الميقات آخر لهم، وهو على مرحلتين حوالي 90 كيلو متر أيضا عن مكة، جبل من جبال إسامة ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق على مرحلتين، مكة صلى الله عليه وسلم يحررها ممن فيها. ميقات أهل العراق بينه وبين مكة حوالي 90 كيلو متر، وهذا الميقات هو ذات عرق أبصار خرابة الآن، يبقى الميقات اللي يحاذي هذا المكان يعتمر منه الإنسان المعتمر أو يقضي منه المعتمر. هن لهن ولمن أتى عليهم، يبقى هذا الميقات ميقات ومكان لمن يمر عليه يحرم منه. فإذا كان الإنسان خرج من مصر متوجها إلى المدينة، رايح على المدينة، إذا أنت ركبت سيارة من مصر رايح على المدينة، نزلت هناك في المدينة، ما أنتش محرم ولا غيره، في المدينة هتحرم ميقاتك ميقات أهل المدينة، مش هتقول حرجع تاني أروح رابغ أو أروح الجحفة عشان أحرم هنا، لا، ميقاتك ميقات أهل المدينة. كذلك إنسان قديم حاجا جاي من الهند نازل على مصر وبعد كده هيطلع مصر حاجا، يبقى على ذلك هذا الإنسان لما ينزل هنا ميقاته الميقات اللي هيمر عليه وهو طالع من مصر متوجه إلى هنا وهو الجحفة، وهو الجحفة أو رابغ. يبقى هن لهن ولمن أتى عليهم اللي حيمر على هذا الميقات قاصدا لمكة، يبقى هذا يحرم من هذا الميقات. حيمر على الميقات لا يقصد إحراما ولا ليس ذاهبا إلى مكة فليس عليه أن يحرم.
قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء على هذه المواقيت وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها. أجمع من يعتد من السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم أنه يجوز الإحرام من الميقات ومما فوقه، أنه يجوز يعني لا يحرم لا يحرم. فرضنا أنت خارج هنا من مصر، الميقات بتاعك هنا أقول لك الجحفة، الجحفة أو رابغ، بين رابغ وبين مكة 220 كيلو. أنت هتركب الطيارة وغالبا في الطيارة مش هيقول لك أنت عن ميقات ولا غيره، فأنت احفظ من المطار لبس لبس الإحرام ولبس، وأنت في المطار لبيك حد لبيك عمرة. فإجماع العلم على أن ذلك جائز، على أن ذلك جائز. ولكن قال داود بن علي رحمه الله وقال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، ولو أحرم مما قبله لم يصح إحرام ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. مسألة لم يصح إحرامه، إجماع العلماء على صحة الإحرام، على صحة الإحرام. يبقى هنا إذا أحرم قبل الميقات أو أحرم بعد الميقات أجمع أهل العلم على صحة هذا الإحرام. إنما لو أحرم بعد ما جاوز الميقات حيلزمه دم أو إنه يرجع إلى الميقات، لكن الإحرام بتاعه صحيح وليس باطلا. يقولنا هنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحليفة ولم يحرم من المدينة، هذا احتجاج داود ابن علي الظاهري، إنه إذا أحرم يقول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا المكان. وبرضو حجة أهل العلم على أن الميقات الذي لا يجوز لك أن تتجاوزه هو ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم من عنده والذي بينه في الأحاديث الأخرى كما قدمنا. لكن لو أنه أحرم قبله إذا قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحرامه صحيح وليس باطلا، جاوزه غير محرم ثم أحرم بعد ذلك، الإحرام الذي فعله صحيح. ولكن طالما أنه يريد للحج والعمرة أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه أو أن يلبي منه أو أنه يستمر من مكانه ويلزمه الدم، يبقى الإحرام من الميقات هذا هو الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وصلى صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، جاء عليه وقت صلاة الظهر في ذي الحليفة، صلى ركعتين أصل صلاة العصر في ذي الحليفة، صلى المدينة في المدينة الظهر أربعا والعصر في ذي الحليفة ركعتين صلاة الله وسلامه عليه. لو كان الإحرام من المدينة أفضل، وخاصة مسجد المدينة صلاة فيه بألف صلاة، كان أحرم من مسجد صلى العصر هناك وخرج منه محرما صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون يحرم ذي الحليفة دليل على أنه الأفضل، حتى وأفضل مما يحرم من المدينة. الإنسان الذي يعتبر وهو من أهل الآفاق، اللي حنسميه الآفاقي، اللي جاي من المكان البعيد في الأفق، هذا يحرم من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان من أهل مكة وأراد الحج يبقى من مكانه، إذا أراد العمرة يبقى لابد أن يخرج إلى الحل، لأنه لابد في العمرة وفي الحج أن تجمع بين الحل والحرم، بين المكان اللي هو في الحل والمكان اللي هو الحرم. ففي الحج ضروري هتخرج للحل، هتخرج إلى عرفات، وعرفات ليس من الحرم، عرفات من الحل. في الحج فرق، ولذلك الإحرام في الحج من مكانك اللي أنت فيه، أنت في مكة لأنك هتخرج إلى الحل. لكن المعتمر لا، ده كل العمرة بداخل الحرم، كل العمرة فيها، يبقى لابد أن تخرج في إحرامك من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من أقرب وأدنى الحل إلى مكة تبدأ إحرامه، إحرامك من هنا. يبقى إذا كان المسلم مستوطنا لمكة أو عاجرا سبيلا وأراد العمرة فميقاته أدنى الحل، والمستحب أن يكون هذا الميقات للإنسان المكي من الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها عليه الصلاة والسلام، أو من التنعيم لأنه أمر عائشة أن تعتمر منها، من الجعرانة أو من التنعيم أو من أدنى الحل إلى مكة، كل هذا جائز، ولكن الأفضل الجعرانة ثم التنعيم. رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حدته، وذكر العمر دي، قال: عمرة من الحليبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنيف في ذي القعدة، وعمرة مع حدته صلى الله عليه وسلم التي مع حدته في ذي، لكن الإحرام منه صلى الله عليه وسلم كان ذي القعدة. يبقى المناسك على ما وصل هناك قادمة لصبح رابعة من ذي الحج،
لكن إحرامه بذلك كان ذي الحليفة في الخمس بقين من ذي القعدة. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها من التمعيد، فإذا جاوز الميقات غير محرم، الإنسان الذي عد الميقات ولسه ما عملش العمرة بتاعته وهو غير محرم، أي الأمر فيه؟ إذا انتهى الآفاقي، الآفاقي كما ذكرنا اللي هو زي من الأمصار البعيدة عن مكة، هذا الآفاقي، أصل الآفاق معنى النواحي، النواحي يعني الأماكن البعيدة، أفق وأفق من غدر آفاقية أو أفقية يعني جاي من بعيد، جاي من بلاد بعيدة من الآفاق. إذا انتهى هذا الآفاق إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القران، حرم عليه مجاوزته غير محرم بالإجماع. إذا عند الميقات وهو يريد الحج يريد العمرة، لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم، إذا لابد أن يكون محرم. فإذا جاوزه فهو مفيد، فهو مفيد سواء كان من أهل تلك الناحية أو من غيرها. ومتى جاوز موضعا يجب الإحرام منه غير محرم أثم، ده المتعمد، المتعمد يأثم، النافي لا يأثم بس ارجع للميقات وتحرم من الميقات. إذا المتعمد يأثم وعليه العود والإحرام من الميقات. فإن كان عذر، الإنسان له عذر أن يتجاوز الميقات وهو غير محرم متعمد بس بعذر، إذا هذا عليه دم، عليه دم ويسقط عنه الإثم. العذر خائف من قطاع طريق، خائف من لصوص، أو انقطاع عن الرفقة، اضطر أن هو يجري عشان يلحق الرفقة ألا يضيع في الطريق ويهلك في الطريق، أو ضاق الوقت، أو به مرض شديد احتاج أن هو يتدفق بثياب كثيرة فاحتاج إلى مثل ذلك، يحرم الموضع الذي هو فيه وعليه دم إذا لم يعد إلى الميقات. إذا لم يعد وهو قادر على الرجوع يأثم، إذا كان غير قادر على الرجوع لا يأثم بس عليه دم. فإن عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه. هنا صلحوا كلمة قبل الإحرام المكتوبة خلوها بعد الإحرام علشان يصلح الحاشية اللي تحتها له. طبعا إذا عاد بعد الإحرام فأحرم منه فلا دم عليه سواء كان دخل مكة أم لا، يعني عد الإحرام و أحرم من المكان اللي هو جاوز الميقات بتاعه منه. إذا لم يكن أحرم اللي هي الأصل، إذا عاد قبل الإحرام يعني قبل أن يحرم ورجع اتفاقا لشيء فيه، لكن أردنا هنا أن نقول الخلاف، موضع الخلاف اللي هو بعد الإحرام، معنى إيه؟ عد الميقات ليس محرما، مش لابس ليس الإحرام على غيره، كان نيته أنه يحرم ولم يفعل، فلما جاوز الميقات الآن رح لبس الإحرام بعد ما جاوز، نأمر هذا الإنسان ارجع إلى الميقات. طب هذا لبس الإحرام الآن وأحرم الآن، هل عليه دم ولا ليس عليه دم؟ هي دي المسألة اللي أردنا نحن نقولها أن فيها خلاف، لكن على اللي مكتوب عندك فإن عاد قبل الإحرام اتفاقا لا شيء عليه، اتفاقا مع الوشحات، إنما أردت ذكر الخلاف فتبقى القلم هنا صلحوها المخضع بعد عشان يبقى فيها الخلاف. الخلاف إيه؟ هذا الإنسان عد الميقات وناوي عمره وناوي حج، عد الميقات لا لبس ولا لبيك حج ولا لبيك عمره ولا شيء، الآن هو جاوز الميقات رح لابس لبس الإحرام وقال لبيك عمره الآن، نقول له لا، أنت ميقاتك عدى، أنت معدي الميقات وأنت ناوي حج أو ناوي عمره، لابد من الرجوع. طيب هذا الذي لبس لبس الإحرام نقول له ارجع للميقات ولا نقول له عدي وخلاص؟ هنا العلماء على أنه لابد وأن يرجع إلى الميقات إلا إذا كان له عذر من الأعذار. طيب رجع إلى الميقات ولبى من هناك من الميقات وعمل أعمال الحج والعمرة بتاعته، هل عليه شيء؟ هنا الخلاف إلى بين أهل العلم، فذهب الإمام الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا شيء عليه، إلى أنه لا شيء عليه، وذهب الإمام مالك وابن مبارك وزفر والإمام أحمد إلى أنه عليه الدم. لذلك قلنا لكم صلحوا كلمة قبل خلوها بعد عشان يتوافق مع التفصيل للخلاف. إذا هنا صورة إيه؟ أنه عد الميقات وهو ناوي الحج أو العمرة، عد الميقات ولم يحرم، بعد ما عد الميقات لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج أو لبيك عمرة، الآن هذا أحرم بعد ما جاوز الميقات، قدام واحد من اثنين، لا يرجع للميقات إذا ما عندوش حاجة على الراجح، أو أنه يكمل ويدعى عليهم، يكمل عليهم. هنا نقطة الخلاف،
عند الإمام أحمد والإمام مالك أنه سواء رجع للمقاتل ولا ما رجعت عليه دم في الحج يلزمه دم. عند الشافعي وعند محمد بن الحسن أنه إذا رجع للميقات وعند أبي حنيفة بشرط التلبية عند الميقات يبقى لا شيء عليه، إذا لم يرجع إلى الميقات يبقى عليه دم. الراجح في هذه المسألة أن هذا يلزمه المرور من الميقات وهذا مر غير محرم فليرجع إليه، فإذا مر بيبا الآن كان عند الميقات وهو محرم فلا شيء عليه، لكن لو أنه لم يرجع إلى الميقات وذهب إلى مكة يبقى يلزمه دم لتجاوزه الإحرام أو مكان الإحرام وهو غير محرم. ولا فرق في لزوم الدم في كل هذا بين المجاوز الميقات عامدا عالما أو جاهلا أو نافيا، ولكن يفترقون في الإثم. والمعنى أن لو إنسان عد على الميقات نأتي إن هنا الميقات وعد، بعد ما عد تذكر لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج أو لبيك عمرة، نقول له قدامك خيار أنت ناسي فقط عنك إثم عليك إثم، ولكن إما ترجع للميقات تحلل من هنالك إما كمل سيرك ويلزمك الدم الآن. والله أعلم. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.